كارما الثراء، كارما الثراء. طبعا الثراء أنت عندما تدعو باسم الله الغني يجب أن تحمل فكرة الغنى، يجب أن تتصرف تصرف الغنى. طبعا كثير من الناس يقول أنا أدعو بس ما يستجاب، كيف سوف يستجاب؟ وإذا أنت كنت في عقليتك تحمل الكهر للفقراء وأنت تقول أن النبي كان فقير، كيف النبي كان فقير؟ وأنت أصلا تصرفاتك تصرفات البخل والحرص وعدم الكرم، فكيف تبى ينشئ عندك مفهوم ويتربى ويتزكى ويزيد عندك مفهوم الغنى والثراء؟ كذلك إخواني وأخواتي، الثراء ليه كارما، هاي لازم تدفع فيها ثمن. هذه الكارما تجيب لك كثير من الأشياء المتعلقة بموضوع الغنى، يجب أن تكون أهلا لها.